هل تعتقد ولو 1% ان احنا قدمنا استجوابنا ورفضنا قرار زياده البنزين بسبب مالي؟ اي شنو الاسباب؟ ما كان السبب مالي فقط. هناك اصلاحات وعدوا فيها الحكومه ان تتم قبل زياده الكهرباء وقبل زياده اسعار البنزين، ولم تلتزم بهذه الاصلاحات. ودليل ذلك احنا لما ناقشنا برنامج عمل الحكومه فيما يخص وثيقه الاصلاح الاقتصادي. انا عندي صوره من هذه الوثيقه. الاخ وزير الماليه انس صالح تعهد امام المجلس اثناء هذه المناقشه بان تكون هناك، تم اعداد هذه من الوثيقه. اذا تحب اي خلي يسوون عليها زوم شباب، كاميرا يسوون عليها زوم، كاميرا وين عطني اياها عليكم. هذه الوثيقة جاءت بتعهدات من الحكومة أمام المجلس عندما ناقشنا هذه الوثيقة. وعلى فكرة في المناسبة لم يتم التصويت عليها، هي مجرد مناقشة، هي أوراق، هي أوراق وخطة خطة عمل برنامج للحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي. تم مناقشتها، وضع بعض الملاحظات من قبل المجلس، ثم ترجع للحكومة حتى واضح. يعني تفرز هذه المواضيع إلى قوانين أو قرارات. جاء فيما يخص قرار رفع البنزين، تم إعداد دراسة لترشيد استهلاك وقود السيارات بدءا من السنة المالية 2017-2016، وكبادرة تعاون، هذه الوثيقة تقول، وكبادرة تعاون ارتأت الحكومة عرض نتائج هذه الدراسة على مجلس الأمة. عرض نتائج هذه الدراسة على مجلس الأمة. النقطة الثانية، خفض مصروفات دعم وقود السيارات إذا ما تم تبني نتائج هذه الدراسة. من يتبنى نتائج الدراسة؟ إذا الحكومة تعهدت بعرض هذه النتائج إلى المجلس وادعت أن يجب أن يتم تبني هذه الدراسة، فمن الواضح أن رجعت هذا الأمر إلى المجلس.